السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كان من نصيحة أو تذكير أو موعظة فإنني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. معاشر الإخوة في أي مكان تكونون فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وأيضا أوصيكم بالاهتمام بالعقيدة وبالعناية بها، لأننا إذا فهمنا العقيدة وعرفنا معنى الربوبية استقر عندنا كثير من الأمور. نعرف أن لنا ربا عظيما متصف بصفات الكمال والجمال المطلق ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأنه سبحانه وتعالى عندما تتأمل عظمة الله عز وجل وتعرف أن ربك كبير يكون عليك كل مصاب وكل أمر يكون سهلا على نفسك، خاصة أيها الحبيب إذا عرفت أن الله أكبر من كل شيء، إذا عرفت أن الله أكبر من كل شيء وأنه ربك الذي خلقك وأحياك ويميتك، عرفت أنك عبد مستسلم لله سبحانه وتعالى، هان عليك كثير من الأمور والصعاب. وأيضا عندما تشعر أنك بالنسبة لعظمة الله أن هذه الأمراض وهذه الجوائح التي تصيب الإنسان والهموم والغموم وغيرها فإنما هي شيء بسيط مما يصيب الإنسان، فلا بد أن تعرف أن ما هو حجمنا بالنسبة لهذا الكون العظيم، ما هو حجم السماوات والأرض بالنسبة لخلق الله عز وجل من المجرة التبانة أو من المجموعة الشمسية، ما هو حجم المجموعة الشمسية بالنسبة لخلق الله عز وجل من السماوات والأرض وخلق الأجرام الأخرى، ما هي إلا شيء سهل وشيء لا يساوي شيئا. إذا استقر عندك أن الله أكبر من كل شيء وأن الله أعظم من كل شيء، أن الله أكبر من هذا الكون، أكبر من هذه الدنيا، أكبر من هذه الأرض، كلما يخطر ببالك شيء وعرفت أنه كبير فاعلم أن الله أكبر منك.